في حد عنده أي مشكلة؟ أنا عندي مشكلة؟ أوكي؟ إنسان؟ طب نعملها تاني؟ طيب أنا سريعا كده هعيدها كل اللي إحنا عملناه تاني عشان في ناس لسه داخلة. تمام؟ طيب في ناس لسه داخلة فنبدأ من أول وجديد. خلونا نبدأ مشروع من الأول خالص. ماشي؟ أه لو أنا عايز أعمل تراجع، أعمل تراجع على كل اللي أنا عملته. طيب احنا بادئين هو من الصفر خالص. اول حاجه عملناها ايه؟ انا هبدا ارسم الحمام السباحه بتاعتي الجزء العلوي بتاعه في ليفل 1، فانا عايز اعمل بوتوم ليه. ماشي؟ فهقول له انا عايز اعمل ليفل، واقول له ان الليفل دوت مثلا اهو هنا اخلي مثلا 1600 بالسالب. لاحظ ان انا رسمت من النقطه دي للنقطه دي ليه؟ عشان لو حاولت ان اعمل سيلكت عليه وحرك كلهم يتحركوا مع بعض. تمام؟ طيب دلوقتي الليفل 3 دوت عشان ما تلخبطش وافتكر ان ده الروف، هغير اسمه واسميه بوتوم او سويمنج بول. تمام؟ بيقول لي عايز تغير الاسم ده كروس باوندنج، يعني في كل الفيوهات الثانيه اقول له اه خلاص اساسي يبقى مميز. طيب لاحظت ان هو مش مترتب هنا، يعني السويمنج بول تحت السايد تحت ليفل 1، مع ان المفروض الليفل 1 والسايد دول نفس الحاجه والسويمنج بول ده تحتيهم. فهاجي هنا في الفيوز واقول له براوس، واقول له انا عايز اختار مثلا بالديسيبلين، واقول له ايديت، واقول له ان انا عايزهم يترتبهم لي بالاسوسييتد ليفل تمام. اوكي هيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. هقول له الفلور بلان واقول له ان انا عايز السومنج وول. طيب هبدا ارسم الوول بتاعي شكل حمام السباحه اهوت. خلينا نرسمه شكل بيضاوي. طيب وهقول له بعد كده انا عايز اعمل الفلور بتاعي. ده هيبقى المفروض من ليفل 1 او من ليفل سويمنج بول لحد ليفل 1. طيب بعد كده هقول له ان انا عايز ارسم الفلور، الفلور اركتشر. تمام اهو ده وده. اه في غلطه كده، هو مترسم لجوه. تمام فمش هيبقى مظبوط معاك. يترسم لبره على اساس يحس بالحيطه، يعني لما اقول له اعمل الحيطه يبقى ايه مرسوم ويبدا يربط الحيطه معايا. طيب هقول له فينش. طيب هقول له هنا موديفاي سب اليمنت. ليه؟ انا عايز حمام السباحه جزء يبقى ارتفاع بتاع وجزء على ارتفاع اخر خالص، واقول له اديت سبليت لاين، واقول له من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب هبدا اعلم على الاثنين دول، عايز اخليها بالسالب هقول له ماينس 1200 واقول له انتر. طيب تعال نشوف 3 دي. طيب انا عايز الحوايط تبدا تلقط الفلور، هعمل سيلكت على الحوايط كلها واقول له انا عايز القط الجزء دوت، فاقول له اتاش بيس واقول له بيس وابدا اقول له في الحيطه، فيبدا ينزل عند الحته بالظبط. طيب المره اللي فاتت كان عندي الحوايط خط مستقيم، هنا شكل بيضاوي شويه، فده هيعمل لي ادفانسد في الاختيارات وانا بعمل شكل الميه. تمام يعني المره اللي فاتت كان شكله منتصف، المره دي مختلف. اقول له كومبوننت واقول له بيك ا كومبوننت، اقول له كومبوننت واقول له موديل امبليس، واقول له ان انا عايز اعمل جينيريك موديل. اوكي. طيب ممكن تعمل الميه الجزء اللي فوق وتحت محدش شايف حاجه، فتعمل الجزء اللي فوق بس. تمام يعني
هوريكم بتعمل ازاي، بس مش هو ده اللي احنا هنعمله. هنعمل حاجه ان شاء الله ايه قويه. اقول له سولوشن، واقول له انا عايز ارسم شكل الميه اهوت، واقول له اوكي، وادي له الماتيريال بتاعت الميه. وكده كده انت مش شايف اللي تحت، فانت كده اللي شايف شايف الميه، ما حدش هينزل يتاكد الميه دي صح ولا غلط. تمام؟ لا بس احنا عايزين نعمل حاجه ايه مظبوطه. انت لو عامل كده واديتها ماتيريال الميه، ما حدش يقول لك لا. طيب عايزين نعمل حاجه مظبوطه عشان نتعلم منها. طيب هقول له هنا ان انا عايز ارسم ريفرنس لاين، ريفرنس لاين اهو. طيب ريفرنس لاين دوت، او خليها ريفرنس ريفرنس بلان من هنا لهنا. ريفرنس بلان ده لازم هدي له اسم، هدي له اس عشان اعرف اشتغل عليه. اس. طيب لما اجي هنا في الكرييت واقول له ان انا عايز ارسم اكستروشن، لو رسمت اي حاجه هرسمها على الارض. لا انا عايز ارسمها على الريفرنس بلان اللي اسمه اس. هقول له ست، واقول له ان انا عايز ارسمها على الريفرنس بلان اللي اسمه اس. اوكي، فيفتح لي النورث او ساوث ارسم عليهم. تمام؟ فهبدا ارسم الشكل بتاعي. اقول له الخط بتاعي اهوت، ده الميه اللي موجوده. واقول له اوكي. تعالى نخش في 3 دي. طيب هخلي الميه تطلع بره بالشكل دوت، وتطلع بره بالشكل دوت. تعالى نشوف حمام السباحه هيبقى عامل ازاي. حمام السباحه مظبوط، بس على اساس ان الشكل بتاعنا بياخد الانبساط في الناحيتين ونفس الشكل، فهتلاقي حاجات طلعت بره. طيب انا عايز الغي اللي بره دوت. احنا رسمنا حاجات سهله المره دي، ايه خدنا حاجات ادفانس شويه بسيطه. انا عارف ان كلكم شغالين ماكس، فبالنسبه لكم الحاجات دي اي كلام. هقول له فويد روبوت وساب هقول له انا عايز اعمل فويد اكستروشن، فويد اكستروشن عشان اطرح فويد اكستروشن، وهبدا ارسم ده الجزء اللي انا عايزه. وهبدا ارسم واحد تاني اكبر، هقول له اوفست 3 متر. ده اللي انا هطرحه من الشكل ده فويد. في خطين مش متقابلين، فابدا ارسمهم. طيب خلينا نشوفها كده. في هنا خطين داخلين في بعض. ده الفراغ، ده الجزء ده اللي المفروض يطرح من الجزء دوت. تمام؟ فهقول له الجزء دوت خليه يطلع لفوق وخليه ينزل لتحت. تمام؟ فخلاص طرح لي الجزء بتاع شغله كله، ساب لي بس الجزء بتاع الميه. تمام؟ تمام، انا هعمل بس ايه تعديل بسيط. الجزء ده عايز ارسمه من جوه. تمام، عملت ايه؟ رسمت الجزء كله، بعد كده طرحت الجزء اللي بره، فظهر معايا بالشكل دوت. دلوقتي عايز ادي بقى الجزء ده ماتيريال. اعمل سيلكت عليه واقول له الماتيريال هنا. عملت سيرش
فما ظهرليش حاجه خالص. فعملت ايه الجزء ده اللي تحت دوت كان فيه سهم كده، طلعت هنا وبدا يظهر لي الميه، فاختار الميه يتضاف للجزء اللي فوق فاخدها على طول. تمام خلاص. او ممكن تختار ديت اهي الوتر، ممكن تدخل بقى هنا في الابيرنس وتبدا تعدل في الويف في الكاستم كولر زي ما انت عايز. في الطيب عندك انواع كتيره، خلينا نختار سويمنج بول. تمام واقول له ابلاي واقول له اوكي. طيب خلينا بقى نشوف مع بعض اللينسكيب. اللينسكيب اي حاجه بتعملها بيبدا هو ايه يعمل لها الرندر بتاعها. خلينا نقول له فينيش. ده احنا كنا فاتحين واحد تاني خالص. طيب خلينا نقول له انسكيب. ظهر معايا اهو. تمام دي فكرة السويمنج بول. طيب الناس تجرب شوية وبعد كده نكمل. المهم ان انت رسمت الشكل بتاع الميه. انا رسمت شكل الميه بس خلاص ده كده ممتاز. لا 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 حسب واحدة.